فيلمنا بيبدأ وبنشوف ستة بتغرق في البحر وبتفضل كده تطفو لحد ما بتطلع على السطح. وفجأة براندون بيصحى من النوم وهو مفزوع، وبنعرف ان هو كان بيشوف كابوس. وبنلاقي كده ان براندون بيشتغل الحارس الشخصي لآفا بنت الوزير، وبيبقوا هما الاتنين قاعدين في المطار ومسافرين. وبيفضل براندون يحكي لها ان هو طول الوقت حاسس بالذنب، وبيتهم نفسه ان هو السبب في موت مامتها لانه ما قدرش ينقذها. وبعدها بيجهزوا شنطهم وبيستعدوا للسفر، وبيوصل حبيبها جيد وصاحبهم كارل. وبنعرف انهم مسافرين مع بعض هما الثلاثة، وبيبقوا متضايقين جدا ان براندون جاي معاهم. وهي بتحاول تهديهم يعني، وبتقول لهم ان باباها كان مستحيل يرضى انها تسافر من غير حراسة، وانها اقنعته بالعافية بفكرة السفر. وبعدها الرحلة بتبدأ وبيطلعوا بالطيارة، والإثارة كلها بتبتدي من ساعتها. وبنشوف آفا واصحابها بيركبوا جنب بعض وبيبقوا مبسوطين جدا. وفي الوقت ده آفا بتلاحظ ان عدد الركاب قليل جدا وبتبقى مستغربة قوي. وبعدها بتحصل هزة جامدة في الطيارة وكل بيتوتر طبعا. وبعدها الطيار بيفضل يطمنهم ان مفيش حاجة وانهم مش لازم يقلقوا لان ده بسبب المطبات الجوية. وبيقول لهم كل واحد يربط الأحزمة بتاعته ويلتزم بمكانه، بس الطيارة بتفضل تتهز أكتر والوضع بيسوء أكتر، والركاب طبعا بيخافوا جدا وما بيبقوش فاهمين إيه اللي بيحصل. وبيعرفوا إن المحرك بتاع الطيارة الرئيسي بيتحرق وباظ، والطيارة كلها بيحصل فيها عدم توازن وبيتكسر كده جزء كبير من المحرك وبيخبط في شباك الطيارة وبيكسره، والضغط بتاع الطيارة بيزيد وكل حاجة حواليهم بتطير وبتقع من كل مكان، حتى الناس بتطير من حواليهم من كتر الهواء، وفي منهم بيتعور وفي ناس بتموت كمان لان في ناس ما بتبقاش لحقت حتى تربط الاحزمه. وفجاه جزء كبير من الطياره بيقع وبيبقوا مكشوفين للهواء اكتر، وناس كتير بتقع من الطياره. وبيحاول براندون ان هو يمسك الراجل اللي جنبه وينقذه، بس للاسف ما بيقدرش والراجل بيقع من الطياره. وبنشوف كمان المضيفه بتحاول تنقذ يعني واحد قدامها وهي والراجل بيقعوا، وكل الدنيا بتتدمر حرفيا، والطياره بتبدا تقع وتفقد السيطره تماما وبتنزل في المحيط بقوة كبيرة قوي، والمية بتدخل في كل مكان وبتعمل ضغط جامد. وبراندون بيدخل فيه قطعة معدن كبيرة وبتعوره، والكراسي كلها بتفضل تخبط في بعض بسبب اندفاع المية وبتنوت ناس كتير جدا. وبتفضل الطيارة تنزل في العمق العمق وبتغرق أكتر لحد ما بتثبت على صخرة كبيرة وبتمنعها انها تقع للقاع. وبتفضل الطيارة متعلاه في المكان ده وبتثبت، وبسبب الصخرة في جزء من الطيارة بيبقى جاي بميل وما بيوصلش ليه أي مية، والجزء ده بيبقى فيه آفا وصحابها ومضيف الطيران دانيال. وبنلاقي إن كايل دراعه كده بيحصل فيه كسر وعظمه وبيبقى باين من شدة الخبطة. وبعدها بيسمعوا صوت غريب جاي من المية اللي حواليهم، وبيخافوا جدا وبيلاقوا إن براندون ومعاه بنت صغيرة اسمها روزا وجدتها ماردي، وبتبقى فقد الوعي تماما. وبيحاول دانيال إن هو يعمل لها الإسعافات الأولية، وبيقدر إن هو ينقذها وبتفوق وبتسألهم عن جوزها، وبتعرف منهم ان هو مات. وكلهم بيبقوا خايفين جدا وبيبداوا يفقدوا اعصابهم. وبراندون في الوقت ده بيحاول يهديهم وبيقول لهم ان طول ما في اكسجين وقادرين يتنفسوا يبقى هم في امان، وانهم لازم يبقوا هاديين عشان يقدروا يفكروا. وبتحاول آفا انها تتصل بباباها، بس بتلاقي ان مفيش اي شبكه في موبايلها، وبتخاف اكتر وبتعرض عليهم انهم يخرجوا من فتحه الطياره ويعوموا لحد سطح البحر. بس براندون بيقنعها ان الطريقه دي مش امان وانهم لازم يستنوا هنا. ودانيال بيقول لهم ان الطيار قبل ما الطياره تغرق طلب المساعده، وانهم لازم يستنوا، اكيد هتيجي فرق الانقاذ وتوصل لهم. وبيفضل براندون يقول لهم انهم لازم يبقى معهم الاكسجين احتياطي عشان لو حصل اي حاجه. ودانيال بيقول له ان في خزانين اكسجين موجودين للطوارئ، ولما بيشوفهم بيلاقيهم هما الاثنين فاضيين. وساعتها مارتي بتفتكر ان في واحد من الركاب كان عيان ومعاه خزان اكسجين، وبراندون بيفرح وبيقرر ان هو يروح عشان يجيبه. ومارتي بتطلب منه ان هو يجيب لها طاقية جوزها عشان تبقى معاها. وبينزل براندون في المية وبيعوم في الممر بتاع الطيارة، وبيشوف ان كل ماتوا، وبيلاقي جوز مارتي وبياخد الطاقية، وبيدور على الاكسجين وبيلاقيه وبياخده، وبيقرر انه يعوم اكتر يمكن يلاقي اي حاجة ممكن تنفعهم. وفجأة بيظهر قدامه قرش كبير وبيعضه، وبيحاول براندون ان هو ينقذ نفسه وبيفضل يضرب في القرش، وبيقرر ما يستسلمش للموت. وفي الوقت ده آفا واللي معاها بيحسوا بالقلق لانهم بيسمعوا صوت غريب، وبيشوفوا الميه فيها موجه عاليه. وبيجي براندون وبيطلب من آفا انها ما تقربش منه، وبيديهم الطاقيه والاكسجين، وبيعتذر لآفا وبتاخده سمكه القرش وبتمشي. وكلهم بيشوفوها وبيخافوا جدا ومبيبقوش عارفين هيتصرفوا ازاي ولا هيعملوا ايه.
وبيقوموا كلهم وبيستخبوا في مكان، وماردي بتقول لكايل إنها تقدر تساعده لأنها يعني كانت ممرضة في الجيش زمان، وإنها تعرفت على جوزها في الجيش، وبتحاول إنها ترجع العظم اللي طلع مكانه، وهو بيفضل يصوت من كتر الألم، وبتقدر إنها تجبس له إيده من المجلات اللي موجودة حواليهم. وبنشوف في الوقت ده الطيارة هليكوبتر قريبة من المكان اللي وقعت فيه الطيارة، وبنعرف إنهم بيدوروا على الطيارة اللي وقعت، وبيبقى عندهم أوامر إنهم يلاقوا الطيارة بأي طريقة لأن بنت الوزير موجودة فيها، والبلد كلها تبقى مقلوبة وبيبصوا في كل مكان وما بيكونش لهم أي أثر حواليهم. وبنرجع تاني للبحر وبيحصل اهتزاز تاني، وبنعرف إن الطيارة بدأت تميل أكتر والمية بتكون خلاص قربت توصل لمكانهم، وبيلاقوا البحر كله لونه دم، وبيعرفوا إن القرش دخل يأكل كل الجثث اللي في الطيارة، وبيخافوا أكتر وبيتوتروا، وبيفضل القرش يلف حواليهم ويزق في الطيارة، وروزا بتخاف جدا، وجدتها بتفضل تحضنها وتطمنها وبتقول لها ما تقلقيش أكيد حد هيلاقينا دلوقتي وينقذنا. وبنشوف الهليكوبتر اللي لسه بتدور عليهم ومش لاقيينهم، والوقود بتاع الطيارة بيكون قرب يخلص. وفي الوقت ده آفا بتقول لأصحابها إنهم بالشكل ده قدامهم 4 ساعات بكتير، والمية هتغرق الطيارة كلها، وإنهم لازم يلاقوا حل. وبيسمعوا صوت جاي من فوقهم، وبيلاقوا إن في تسرب والمية بتنزل من السقف كمان، وجيد بيقول لهم إن الطيارة مش هتتحمل كتير وإنها تغرق قريب جدا. وفجأة الطيارة بتنزل بيهم أكتر لتحت، وبيحاولوا يتمسكوا ببعض عشان محدش يموت، لحد ما بتقف على صخرة كمان وبتثبت، وما بيحصلش لأي حد منهم حاجة، بس بسبب اللي حصل بلون المية زادت أكتر وقربت عليهم جدا. وبيفضلوا يفكروا في حل اللي هم فيه، وآفا بتقول لهم إن الحل الوحيد إنهم يخرجوا من الطيارة ويعوموا لحد ما يوصلوا السطح، وإنهم لازم ياخدوا بالهم من سمك القرش كويس لحد ما يوصلوا. وروزا بتقول لهم إنها بتعرف تعوم يعني كويس وتقدر تعمل كده، وإنها تعلمت في المدرسة إن القرش بيخاف من الفقاعات اللي بتتعمل في المية، وإنهم ممكن يستخدموا الطريقة دي عشان يبعدوا القرش عنهم، بس بيلاقي إنه قدامهم مشكلة واحدة وهي الأكسجين. وبيفتكر كايل إن هو شاف ناس بتركب معاهم ومعاهم معدات غوص، ودانيال بيقول لهم إن أكيد الحاجات دي موجودة في أوضة الشنط، وإن في فتحة من هنا بتوصل للأوضة دي، وبيقول لهم إن المكان ده ضيق جدا وضلمة وصعب حد يوصل منه للأوضة، وكلهم بيبقوا متشائمين وبيحسوا إن الخطة مش هتنجح. وآفا بتتضايق جدا وبتدخل الحمام وبتفضل تعيط من كتر الإحباط، وبعدها بتحاول تهدى وبتخرج وبتطمن روزا وبتقول لها إن كل حاجة هتبقى كويسة وإنهم هيخرجوا من هنا قريب. وبعدها بنعرف إن الهليكوبتر فاضله 15 دقيقة والوقود بتاعه يخلص، وفجأة بيلاقوا أجزاء من الطيارة على سطح البحر، وبينزلوا غواصين عشان يدوروا على الطيارة وينقذوا أي حد عايش، وبيقدروا إنهم يوصلوا مكان الطيارة. وآفا واللي معاها بيشاوروا لهم وبيعرفوهم إنهم عايشين، وبيروح واحد من الغواصين وبيدخل من الفتحة اللي موجودة، والتاني بيفضل يطمن اللي موجودين إن هو ينقذهم. وفي الوقت ده بيجي القرش من وراه وهم بيحاولوا يقولوا له ابعد وبيحذروا، بس هو ما بقاش فاهم حاجه وبيبص ما بيلاقيش حاجه. وبعدها القرش بيقرب منه بسرعه جدا وبياكله، وبيفضل القرش يخبط في الطياره في كل مكان، وبيبقوا خايفين جدا. وبعد شويه بيشوف من الشباك راجل الغواص كده عايم في الميه، وبيفتكروا ان كان في واحد كمان معاه، وبيجروا عشان يشوفوه، بيلاقوا في دم كده في الميه قريب منهم، وبيتاكدوا ان القرش كله هو كمان. وبنرجع للهليكوبتر، والطيارين بيقرروا انهم لازم يمشوا لان الوقود خلاص بيخلص، وما بيبقاش قدامهم اي حل تاني، وبيعرفوا السلطات مكان الطياره بالظبط، وبيطلبوا منهم يبعتوا المساعده بسرعه. وبنرجع تاني للمحيط، وآفا بتقول لهم ان هم لازم ياخدوا الاكسجين اللي مع الغواصين، وبتنزل في الميه عشان تشوف ايه اللي موجود، وبيقرب جيد عشان يساعدها، وفجاه بيتكعبل وبيقع في الميه جامد، وكلهم بيبقوا خايفين عليه قوي، وبيظهر فجاه وبيقول ان هو كان بيهزر معاهم وانه كويس وزي الفل، ولسه بيكمل كلامه بيجي القرش فجاه وبياكل رجله، وبيفضلوا يشدوا فيه وبيحاولوا انهم ينقذوه باي طريقه، وبيقدروا انهم ينقذوه من القرش وبياخدوه جوه، وبيلاقوا ان القرش كل رجله. وماردي بتطلب من روزا ساعتها انها تقف ورا الستاره لحد ما تعالج جرحه لانها مش عايزاها تشوف المنظر ده، وبتحاول انها تخفف من الالم يعني بتاعه، وبتستخدم حزام الامان وبتفضل تربط رجله كويس عشان تثبته في بعض، وبتقدر انها توقف النزيف. وبعدها جيد بيعيط وبيقول لهم انه كده مش هيقدر يشارك في اي سباق تاني وان كده حياته هتقف، وساعتها بيقرروا انهم ينفذوا خطه افا، وبتنزل افا عشان تجيب المعدات من الاوضه، وبيفتحوا الباب والممر بتاعها بيبقى مليان ميه، وبتاخد معاها ضوء عالي وبتفضل تعوم وهي خايفه، وبتدور على المعدات، وفجاه بتلاقي اخطبوط في وشها على طول،
وبتخاف جدا وبتتخض، بس بتقدر توصل للمعدات. وكل ده وهم بيبقوا قاعدين ومستنيينها، وبيخافوا لانها بتتاخر والنور بيطفي وما بيعرفوش يتصرفوا ازاي. وفجاه ترجع افا وبيكون معاها الشنط، وبيفتحوها وبيلاقوا جواها كل الحاجات اللي هيحتاجوها، بس بيلاقوا 4 ماسكات بس وهم 5. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت جامد بيخبط في الطياره، وبيجروا عشان يشوفوا في ايه، وبيعرفوا ان القرش بيلف حواليهم. وبعدها بيرجعوا بيلاقوا جيد ميت، وافا بتبقى زعلانه جدا عليه وتفضل تضغط على قلبه وبتحاول تسعفه وبتفضل تعيط جامد. ماردي بتحاول تفوقها وبتقول لها انه خلاص مات ومفيش اي امل، وبيلاقوا الطياره بتقع اكتر وخلاص قربت تغرق، وخلاص جزء منها بينفصل وبيقع، والميه بتزيد جدا وبشكل ملحوظ. وبيقرروا انهم لازم يخرجوا من الطياره بسرعه، وبيقرروا انهم يستخدموا كل المعدات اللي معاهم عشان تساعدهم يطلعوا، وبيستخدموا حركه كده الفقاعات عشان يبعدوا القرش عنهم، وبيقرروا يلموا كل الاكسجين اللي موجود في الطياره عشان يستخدموه. وفي الوقت ده كايل بيبقى خايف ومش عايز يروح معاهم، وآفا بتفضل تهديه وبتقنعه انه يجي معاهم وانه لازم يحاول عشان يعيش، وبعدها بيقتنع بكلامها وبيوافق ان هو يعوم. وبيبداوا كده انهم يجهزوا نفسهم، وبتتطوع ماردي انها ما تاخدش قناع لانها ست كبيره ومش قادر تكمل للسطح، وانها هتبطئها من حركتهم يعني. وبتفضل تجهز روزا وبتلبسها، وبعدها آفا بتودع جيد قبل ما تمشي. وفجأة الطيارة بتتحرك جامد وبيقع جزء كبير منها، والمكان كله بيكون خلاص هيتملي بالمية. وبتكرر آفا إنها تاخد روزا وتنزل وهم يعني يجوا وراها، وبيبدأ هما الاتنين يعوموا وبيشوفوا سمكة القرش، وبيعملوا فقاعات وبيخوفوها وبتبعد، وبيقدروا يعدوا. وبعدها كايل ودانييل كمان بيخرجوا. وفي الوقت ده ماردي بتكرر إنها تفضل قاعدة في الطيارة وتموت مع جوزها، لانها بتكون عارفه انها مش هتقدر تعوم كل ده ومش هتستحمل تعيش من غير جوزها. وبنشوف كايل بيحس ان هو خايف وبيتوتر وبيرجع للمكان تاني، وبيرفع راسه وبيحاول يتنفس ويهدى، وبيرجع دانيال عشان يشوفه ويساعده. بس فجاه القرش بيقرب من كايل وبيهجم عليه وبيفضل ياكل فيه، وبيقدر دانيال ان هو يهرب بسرعه قبل ما القرش يشوفه. وبيقابل افا وروزا وبيلاقوا الغواص كده الميت، وبياخدوا الاكسجين اللي معاه، وبيحاولوا هما الثلاثه انهم يتنفسوا كويس. وفي الوقت ده آفا بتطلب من دانيال ان هو ياخد روزا ويسبقها، وبتكون خلاص هتخرج وراهم، والقرش بيفضل يجري وراها، بس آفا بتقدر تستخبى منه وبيعدي من جنبها وما بيشوفهاش، ويديله بيخبط في القناع بتاعها وبيقع. وبتحاول انها تهرب بسرعه، بس الطياره في الوقت ده بتكون خلاص بتقع، والميه بتفضل تدفعها في الاتجاه المعاكس، وهي بتحاول تعوم وتقاوم بكل قوتها عشان تخرج من الطياره باي طريقه. وبتقدر في الآخر إنها تهرب من فتحة الطيارة، وبتخرج في المحيط، وبتفضل تعوم وبتكون خلاص هتوصل للسطح، وفي لحظة نفسها بيتقطع وبتغيب عن الوعي، والمية بتفضل ترفعها لفوق لحد ما بتوصل للسطح، وبعدها بتفوق وبتخاف لأنها ما بتشوفش أي حد حواليها، وبعدها الهليكوبتر بيشوفها وبيسحبوها لفوق، وبتلاقي روزا ودانيال وبتعرف إنهم كويسين، وروزا بتسألها عن جدتها، بس هي بتقول لها إنها ماتت وما قدرتش تنقذها، وروزا بتزعل جدا وبتفضل تعيط. وبتقرر ترمي لعبتها المفضلة في البحر عشان تفضل مع جدها وجدتها، وبتنام في حضن آفا وهي مطمنة. وبيخلص فيلمنا على كده للأسف نهاية مؤثرة. أشوفكم بقى في عظمة جديدة. سلام.